بینەرانی بەڕێزی بەرنامەی دیالۆگم کاتتان باش. ئازیزان هەموو لایەکتان ئاگادارن کەەوە زیاتر لە یەک دەهەیە یعنی زیاتر لە 10 ساڵە کێبەرکەیەک لە نێوان وڵاتانی پێنجی بە ئالاوە یەک لەگەڵ ئێراندا لەسەر بووزەی هەستەیی یا ئینێژی هەستەیی لە ئارادایە. لە تولی ئەم 10 ساڵەدا جمهوری ئیسلامی زیاتر لە میلیارد ها دۆلار هەزینەی کردووە کە نەتەنیا گۆشەیەک لە ژیانی کرێکاران و ئینسانهای زەحمەتکێشی ئەو جامعەی لە مشکلات و گیرروکرفتەکانیان کەم نەکردوەوە بەڵکو ڕۆژ بە ڕۆژ پێی زیاد بووە. ئەم کێبەرکەیە لەسەر چییە؟ لە ماوەی ئەم 10 ساڵەدا نیشانی داوەکە هەم ئێران داواکاری ئەوەیە کە سامێکی زیاتری لە منتەقەدا هەبێ هەروەکو وڵاتانی تورکیا وەکو عربستانی سعودی وەکو ئیسرائیل و هەم ئەمریکا دەیهەوێ هەوری زۆرتری لەسەر ئەوەیە کە ئێران بێنێتە سەر هێڵێکی کە ئەوەی کە مەرام و ئارەزووی ئەمریکایە بلەخەرە لە منتەقەیە بەڕێوەی بەرێ. بارحاڵ دەبینین هەر شەژمانگ بە شەژمانگ و سێمانگ بە سێمانگ ئەم مەسلەی هەستەیە ئیدامەی هەیە و درێژە پەیدا دەکات. بەڵام هەتا ئێستا لە تولی ئەم 10 ساڵەدا هیچ کات بەڕوونی نە وڵاتانی پێنجی بە ئالاوە یەک و نە ئێران قسەیان لەسەر ئەوە نەکردووە کە ئەم و توێژانە لەسەر چی کراوە، مشکلاتەکە چی بووە و ئەوەی کە بە ئاگاداری خەڵک بە خەڵک هیچ ئاگاداریەکی لێ نییە. ئەخیرەن کە نەتانیاهو لە کۆنگرەی ئەمریکادا قسەی کرد، نیگەرانی لەوە لە ئەمریکادا بەوجود هات کەمە بادا مەسائلێکی جزئی کە لەگەڵ ئیسرائیل باسکراوە نەتانیاهو باسی بکە. بۆیە باراک ئۆباما پێش کەوت و وتی یەکێک لە قەراردادەکان ئەوەیە کە ئێران تا 10 ساڵی تر بەو شێوەی کە ئەلان وزەی هەستەی یەکەی هەیە ڕای بگرێ و تەوەقوفی بارحاڵ هەموو کاروبارێکی کە تایسە کردوێتی بۆ ماوەی 10 ساڵ بوێستێ. لە سەرەتاکانەوە ئێران مخالفەتی کرد، بەڵام ئەخیرەن دەبینین کە ڕۆژنامەکان و بارحاڵ مطبوعاتی دنیا لە زمانی وەزیر ئوموری خارجی ئێران و بازلەوە دەکەن کە بڵێ موافقەتی لەسەر ئەم مەسلەیە کراوە. ئایا ئەم و توێژانە لەم دەورێدا کۆتایی پێدەی یان نا؟ مەسئلەیەکە کە دەبێت بوێستین تا ئاخری مانگی مارس کە معمولاً ئاخرین وعدەیەکە کە هەر دوولایەن دیاریان کردو بۆ کۆتایی هێنان بەم و توێژانەی کە لە بێندا هەیە. ئێمە ئیمڕۆ لەسەر ئەم مەسەلە قسە دەکەین و میوانی بەرنامەکەشمان کاک هەمەی نەبەویە هیوادارم ئێوەشتە کۆتایی بەرنامەکە لەگەڵما بن. کاک هەمە من زۆر زۆر سپاسە دەکەم کە داوەتی منت بۆ متوێژە قبول کرد کە جیازە بدین پرسیارەکە هەروەکو لەسەرەتاکان و ئیشارەم پێکرد باز لەوە دەکرێت کە ئەڵێ ئەمە ئاخرین دەوری و توێژە، یعنی بەو مانایەیە کە ئەگەر بە تەوافۆ گەیشتن کە زۆر چاک ئەگەر بە تەوافۆ نەگەیشتن چی؟ ئایا هەروەکو لە سەرەتاوە ئەمریکا بە تایبەت ئیشارەی بە مەسلەیە کردووە کە ئەڵێ هێشتا مەسئلەی نظامی لەسەر مێزی و توێژ هەیە، ئایا واقعاً مەسلەی نظامی دێتە ئاراوە؟ ئەگەر نایەتە ئاراوە ئایا درێژەی و توێژ دووبارە مجددەن ڕادەگەیەنەوە؟ ئێوە وەزئیەت چۆن دەبینن؟ تا کۆتایی ئاخری مانگی مارس گەرەمانە بە نەتیجە نەگەن یاگەر بە نەتیجە بگەن وەزئیەتەکە چۆنە؟ کاک هەمە لێرای سڵاو بۆ بینەرانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە و زۆر سپاس لە دعوەتەکەی جەنابەت. سەبارەت بە وەزئیەتی کە ئیستا منازعەی هەستەیی ئێران گرفتاریەتی و ئەم توێژە کە لە بینی ئێران و وڵاتانی پەنجی بە عەلاوە یەک جۆرەکە خۆیان ژنیانێ پنج وڵاتی عوزوی دائمی شۆرای ئەمنیەت و بە ئێزافەی ئاڵمان کە مەجموعەن شەش وڵاتی گەورەی دنیا هەن بۆ جوابدانەوە بەوە کە ئەم وتووێژە ئەساسن لە چ قۆناغێکایە و ئایا تەرەفین بەو مطالباتەوە بوو یانە گەیشتوون یا ئەگەیەن و نهایەتەن ئایا ئەم وتووێژە بە سەرکەوتن ئەگەیە؟ سەرکەوتن بەو معناکە تەرەفین تەوافق بکەن لەسەر ئەساسێکە دایان ناوە بۆ خۆیان وەیاندا ناوە کە تا ئاخری مانگی مارس تەوافق لەسەر کولیات بکەن و ئەگەر تەوافق لەسەر کولیات تەواو بوو دو سێ مانگی داهاتوو یانە تا مانگی تا نهایەتی مانگی شەش مانگی ژوان لەسەر جزئیاتیش بتوانن بە تەوافقاتێک بگەین. تا ئیستا قەرایەن و شەواهێد وا نیشانەدا کە ڕەوتی وتووێژەکە و ڕەوتی ڕۆیشتنی ئەم جەریانە بەرەو ئەوەیە کە تەرەفینی ئەم
معاملة طرفين أم دعوة طرفين أم مذاكرة بتوافقاتك مهم جيشتون ويا هنگاو هاي أساسيان هم جلدوا كأم هنگاو أساسيانا ونشان دات يعني شك طبعا بتوجب وزيتك إيران تأيستا دخوين نشان دعوة وبتوجب بجيب وقرفتك أساسا لحول حوشي أم مسألة أساسية هات وتبروا كسنات وانا بيش بني أوبكاكا آية صد در صد بتوافق جيني عنا وانتها قرائن وشواهد ونشان ذاك كإيران لقل أم ولاتانا يعني لقل ولاتاني قولي أوروبا وبإضافة أمريكا بتوافق أجيت وانتها لا حول حوشي أم دوري آخر مذاكرة وكا جناب الفرمود جنجاري كي قولي ترسبوه وأم جنجاري شا لذلك وجنجاري كا إسرائيل بتهيبت نتنياهو لا وتوجك لا أمريكا لا كونغري أمريكا كردي نشاني لا هروها مخالفتها هيك لإيران هي بشيك لحاكمية إيران عليه أم توافقة مخالفين توافقنا رجعت رازيني لوزيته وهروها مخالفتها هيك لأنه خدي أمريكا هي كهر كامل معنا سببي تايبتي خوي هي الواقعة الواقعة أما هيج كامي مربوط بونية كجزئيات أم توافقات شيء وشينية بلكو عمدة ناشي لاختلافات هيك كلناو خويا هي أنا أجل ملاحظة كذبة إيسا أم قسوا باسك ناثان ياهوي كاد سر دمي انتخاباتي مجلسة كإسرائيل هي هروها اختلافات كإيران هي بين دو جناحي جمهورية إسلامية هميشة منجر بوابو وكا لعينك نارازية لمتوجة هلوها أميشة لأمريكيشة هيا لأمريكيشة عيننا واختلافك لبين جمهوري خاهان وديمقراطيكانا هيا بو اختلافاتي ناو خيانا بو تقسيمي قدرته بو وزيتك أساسا أوا هيا يا حتى مثلا اختلافاتك لشوينكاني ترولا جناحاي منطقية برشاوكا في مثلا فرس كبو نمونا أما مسألة توافقي هستية مسألة مهمة بو عربستاني السعودي والشيخ نشين كاني خليجي فارس وهذا بو تركيا بو غلطاني منطقة مجموعا حساسيتي كحياة كأم حساسيتها وتباعثة وك أو ترديدة درز بك ممكن أم توافقها سأل نقري بلا سأل رأي أمانا مجموعة وزيتي كالمنطقة هي وزيتك للجمهورية الإسلامية هي وزيتك لخدي أمريكا هي موقعيتك بو أوباما رئيس جمهورية أمريكا لنتيجة موفق بون يا موفق نبوني أم متوجة برشاوك في همو أمانا نشان ذاك دس رسيب أم توافق فرزياترا تاشكستي يعني مثلا فرزك أجر كسيك ليك دان نوا ليكي باتو وزيتي منطقة وزيتي جمهورية إسلامية وأولاتنا كزينف عند مسألة حتى الإسرائيل والعربستان وبيقرأ تابقي واتكان همو أولا نشان ذاتك جيشن بتوافق نزيك ترى تاوك بتوافق نجي بل كاك حما من لسرتا إشارة بمسألة كركا لزباني أوباما وباسي ميكر أوباما دلي إيران دبي مسألة هستيكي لحالتي الآن داك هي بوماوي دصال رابقري وقتك أما بلاوبو ولا لان رسانا كانوا بلاوبو إيران بلا فاصلة عكس العملية نشان ده يعني زريف وزير أمور خارجية إيران بلا فاصلة عكس العملية نشان ده كتي بهيش عنوان أو بو إيما قابل قبول نيا وقبول ناكن بلام هيش دور روجي بينا شو ديسان هر همان رسانا هاي بروهي إعلام يان كردوكا بلي آغاي زريف رزاياتي ده وكتوتي بو إيما مشكلة يغنية دتوانين ده صالة يبقرين إيو أمال لتشي ده دبين شن معمولا هر مذاكره که هسته ای که وزیر امور خارجه یا نمایندگان جمهوری اسلامی لو و توی جانه داده کن طبیعتا نکته به نکته دبیر ایران رو تأیید کره جا وقت مجاده توانن اپیدوانیه اما بوت هوی موافقتی بتایبت علی خامنه ای وکو رهبری جمهوری اسلامی و امن امجر قبولیان کردو یا چونه مسئله که كاك حما من لبيشا او ام ارز كرت كا بو ارزيابي مثلا فرس بك ارزيابي من بل ارزيابي من اوه يكا جيشن بتوافق
نزیکتر زیاتر بنیام حدسی ولی اداتا نگیشت به توافق اما هموی دلائلی خاصی خوی هی مثلا فرض که بون نمونه ام وضعیت که جناب تشارت بکر ام متویجه هرچن محرمانس هرچن هر دبن آغا و بقولی جناب لده سالم و برو تا ایستا جزئیاتی متویجه که کمتر منعکس بوا کمتر شوند سر وکا چیان کرد و چیان نکرد اویش دبر خاطر او بود بتوری واقعی به هیچ توافقی نگیشتون و او که ام جزئیات بلاو نبوتو منتها ام مذاکرات کراوا معنا و مفهوم شی او نیه که صرفا اولا یا نه که شرکت یعنی هی ده مذاکرات اگاداری جزئیات ببن مثلا فرض که بونه مونا هیچ شدراو نیه که وزیر امور خارجه امریکا اگر ملاحظه شد کرده بید در دوای هر دور مذاکرات وزیر امور خارجه امریکا بلا فاصله سفری ولاتانی بکو عربتانی سعودی کردوا شو تا اسرائیل حتی لویش واوتر مثلا فرض که گزارش یعنی با ولات قطر ایش دعوا یعنی امانیان نیاوت جریان جزئیاتی مذاکراتی که کراوا طبعا به طوری واقعی مذاکرات چیه؟ ام مذاکرات اساسا که این اصلا یک چته اویش اویا آیا اتوانن ریگی هل بجیرن که ام ریگا ولاتانی گوری دنیا به طیبت ام پنج ولاتی اروپا به اضافه امریکا به اضافه آلمان و ام پنج ولاتی عضوی دائمی شورای امنیتا قانع بن لسر او که ایران ناتوانی فیلیان لیبکا و ایران ناتوانی لجیر و صنایعی هستی یکی بود درست کردنی بمب استفاده لیبکا تنها دبر خاطر وی یعنی کلی مذاکره کار حوشی اما که امر ریگه چون پیاب کن و چی هیا دبر خاطر و تاریخا اما نشان دراوا تاریخا نشان دراوا مثلا فرض که بونه اونه ولاته وکو اسرائیل نشان دراوا که به نهینی بمبی اتمی درست کردوا بله یا مثلا فرض که عینن ام دوره دولاتی و کوگلاتی کره شمالی تیبوه اما ایستا یعنی او ریگه بربست بکن یعنی ریگه یک پیاب بکن که ایران لجیر و فیل یعنی نکه اخبا شو اما لاینه که مثلا که مثلا امریکا و ولاتانی تر دیانه بکن بلا اما همو سفره لجمهوری اسلامی من بیشتوه که داره هرچی تحریمه های که تا استکره ولی اما هیچ تاثیره کی نبو اما با پیتان دینی اورانیومی خومن ادامه دادین پیدوانیه وقتی که رضایت دادری لسر او ده سال توقفی برحال وضعیتی مسئله هستهی لی ایران ده هر بمشی و بمینه توا لواقع ایران لتنگنه که زور واقعی گیری کردوا و نگرانه لده هاتوی خوی لآخیزه که جماوری که لی ایران پیک بیلا فقر و فاقه که الان لی ایران ده موجوده که همه او بشی کتی یعنی به طوری واقعی خو معلومه او بمبسته که ایران تیگیش تو اویه يعني شر که ایران در عرصه اتمی ای که براستی بود درست کردن بوم اتم نیه بله بو اول نیه که مثلا فرض که ایستا ایران هیچ رگه حلی که نبه غیری او که به درست کردن بوم بی اتم بگه یعنی مثلا تسلیحات اتمی خوی پیگ بینه بله قضیه اویه اما رگه ای که اما وسیله ای که لبر خاطر و تنها رگه ای که بو او ایران بتوانید درتانه بو وضعیت اقتصادی و آبودی خوی پیاب که یعنی مثلا فرض که اول که ایمه ایجین فرض که رژیم جمهوری اسلامی لخامنه ای او بیگره در تواو جناحتانی او بیگره غیری او که خو مخالفت هایی که روشنی شکی نمو مخالفت ده بو چیه منتها علال عموم اوان پیش ده شروبونی ام دوره ده مذاکره یعنی بل ساری 2013 بو نتیجه گیشته بون که یک رگیان حی اوان يعني أمر جيد بالأخير ببي تدبير كذا سر برنامج اقتصادي خوان هي أنا فبس أنا فرض كجمهوري إسلامي برنامج كي سوسياليستي بو إدارة جامعة نية جمهوري إسلامي أينا خليك أو شكل ذا أو روشة أو برنامج اقتصادي هي كذا سر أصل الدنيا هي ويش نيوليبراليزم اقتصادي سرمايه دارية كا بالمبنى أو سياسة أنا شد بيش دي أويش رجعي أويا كخوي دويا جيب كاتو بو او خوی دویا جیب کاته و لازمه او یکا ولاتانی دنیا دا ایران سرمایه گذاری بکن ایران بیتوان او چرخی سرمایه داری بله دی اما باو قناعت گیشته بون که باو قناعت گیشته بون دی طبعا اشی رگای بو پیاب کن و رگای شی او ییتر رگای او یکا لم تریقه یعنی تریقی ام توافقه
إيران بتواني بيته وناو جامعي بين المللي مر وأقل ملاحظة إيش الكذبه دوره جوك أم دوره لمذاكرة يعني دواي أولين دوري مذاكرة كلم بشاع يعني دواي هزار دوزار وسيانزر سيان بيكر دوا تا إيستا قشعيشي كيشنن بابتانو بو إيران حاصل بو بمعنى واقعية كي واي أم قشعيشي ممكنة مثلا فرسك وزيتي اقتصادي إيران تغييري نكذبه ولهم على العموم نوع أميواري درز بو بحكومتك نوعك نوع مجالي بو خوي بياكل وكبم مجاله اتواني برتغياني جماوري خلق بقري واما ممكن كحما بتولي واقعي تواو اقداماتك الجمهوريه الاسلاميه دن زمينه كديه هيك تكناني كي بس فريكري كارو زحمت كيش زيانه كدوا بلام لباري روحيه كلا لباري وزيتي واقعي او جامع او كي ام اي بينين خوي نشان داو مثلا فرض كده انتخاباتي آخرين دولي رئاسة الجمهورية كذا كذا أنا كذا براسي هل أوز جتها يعني موزع جيري روحاني لم باب توب وبعيسى وك ريان بيدا مال بالخلط واني بشير عنده الرأي خلقي إيران بلو خوي جلبك و يعني أما شتايك ك أرزيابي كي واقعي لأوضاع وحوالي اقتصادي إيران وأوضاع وحوالي سياسي واجتماعي إيران أول نشان ده أول نشان ذا كتمكين الجمهورية الإسلامية بم وضعيتها يعني بم توافقها زميني بو فراهم بو وبيشترو وخوشيان تمايل يعني بو بنو هيج شادراوان نية إيستا مثلا فرض كا تواهم إقداماته وإيستا للدورية الروحانية أكريت بدرجاتي كدوري أحمد نجاد أكرا ملا قطر مثلا نوري مذاكره للان وانا وكيف المنتهى اوان لو مقطعه لو مقطعه براسي اخواني يعني بم ميزانه لتسليم بو نازعني بل منتهى للدم دوري اخر يعني 2015 جمهوريه اسلامي تسليم بو جمهوريه اسلامي تسليم بو ك لسر مساله هستي او جوره و وراتاني قولي دنيا وامريكا يعني وعرف تاركا جا منتها بالاخره ماشي بيخولي بيوكا اشي وزيتك نشان بلاك الروحيه جماوري خلق جدناوه حفظ ببي اشي وزيتك فالعابكا كحسي ناسيوناليستي جماوري خلق كم نكا يعني خلق خوي تحقير شده احساس نكا بل خلق خوي بشكس خواردو نزاني هين اويا حتى مثلا فرضك تكتكي أم شكستانة تكتكي أم باشكشيانة تكتكي أم تسليم بونا أكنا نوعك قارماني مال أكنا نرمشي قارمانانا وإيران در خلط خلق مال وخلطيش طبعا جاب منظور موساك لم لايشو لم لايشو مثلا فرسك قل دور مآبي كسي وكو نتنياهو أخي نتنياهو بقد سندرزيك حقانيتي نيرم قصان اوائيك صرف نظر ده جنايات كالي جمهوري اسلامي صرف نظر لوكا جمهوري اسلامي حكومتك وحشية حكومتك دعا كوتوا حكومتك مذهبية فلان صرف نظر لوانا حقانيتي لقصي نتنياهوانيا لقصوباسي نتنياهو كومككا اتفاقا قصوباسي نتنياهو موزعك نتنياهو قلبية هرشو قرشيك نتنياهو ايكا ويا حتى موزعك كونغري امريكا ايكا مجموعي اوانا نشان ذاك كومككا بموزع جيلي جمهوري اسلامي وكومككا بوكا او خلكا ام توافق بنفع اخوان تكمين اللي يبدا نتنياهو لو مراسمي هنا باسي واكا كونغري امريكايا علي زور شاكا و اوباما بو دياري كدون كدسال هنا كان بوشيو بمينيتو وايراني ممكن قبول بك ام دسالا لواقع دا فرجيك كددريه بايران كدواي دا صالة كي ترتازنا أمريكانا ولاتاني شوري أمنيدنا بينجي بألاوية كيش كامي كان ناتوانن بلن كي اتر تونا بيبي كي بلن دواي دا صالة كي مجابيت ساحبي بومي أتومي أي واقعا أما حقانيتي تدا هي واقعيتي تدا هي يعني لزر في أو دا صالة ممكنة دواي أو إمجار اتر ولاتاني أمريكا و بينجي بألاوية بار حال كلن رزايد بدن لسروك إيران ساحبي بومي أتومي بيت أصلاً كحمل من في مواية قضية بومبي أتومو ندرس كذا بومبي أتومو تعداد بومبي أتومي شكا مثلاً مشكلة أولية
مثلا اوي امرو نتنياهو لو تبلغات شي استفاده بك ولو خصوبات شي استفاده بك ولو مزعجيه شي استفاده بك مساله اساسي اويك ام مزعجيه نتنياهو مزعجيه برحق نيه مزعجيه نيه ك كمثلا فرض كاحساسات انسان دوستي خلق هالخريني يعني مثلا موزع جديد مية كحقانية تبا حتى مثلا فرض كان أنا تواو نتنيا أعزائي وتويج مثلا بنجي بعد عوائيك كسانك هاند مذاكرك حتى ولاتاني تريج مجموعا أم كل دواء أنا بكل دواء كي باش نشان نداوة لبر خاطر هو ما أرسكت ك إسرائيل إسرائيل بجمهورية إسلامية يجي ولاتك ارتجاعي ولاتك مذهبي ولاتك جنايتكار ولاتك مثلا فرسك إرعاب بلا وكاته ولا سطح الدنيا لحركة أجر أما بقسى مثلا فرسك أما أنا يجي لأمور الجمهورية الإسلامية وانت حكومة إسرائيل خوي صار هاس خريكي وكارية حكومة أولية تابعي هيك هیچ قوانینی که بین المللیه اولنیه که ملحوریه که اولنیه که مثلا فرض که به تعدادی زیاده در چند صد بمبی کلاهی اتمی هیا اولنیه که مثلا فرض که همو اوانه بو خوی به حق زانه مثلا بو ولاتی تر به حق زانه تازه او ولاتیش هم مدعی اولنیه که خلیق بمبی اتم درسته که مثلا جا اویه مثلا امده سالیش بگذاریم مثلا فرض که توری امده سالا وضعیتی وضعيتي انرجي اتومي لايران او جوروا هيا بميني توا ويا مثلا فرسك امان نزال بسريع بكن بو ايران قشايشكي اوي ايران بو دوري كيتر دوبارة اتواني مجالك بيابكات ك بذاني ايا واقعا اتواني بكفتونو شرخي سرمایه جهانی، شرخی اقتصادی که در دنیا هست، آیا اتوانه بوجهنوه یک در وضعیت اقتصادی خواهی پیگ بینه؟ که همه خود اشارت پیگ کرد، یکی اگل مخالفینی هر مذاکره لدرون ایران منشاکه لسپای پاسدارانوه، بو چی؟ چون سپای پاسداران است تواوی اقتصادی ایران لاختیاریه ایتی، یعنی هیچ برحال معاملاتی که بازرگانی و اقتصادی ل ایران دانیه که سپای پاسداران به شیوه دستی تیدانه بی و بتایبت لتواوی طولی اما ویا که ایران تحریم کراوا اوان مافیایی که اقتصادی زور گوره هم بوجود تیناوا و دزانین الان ل ایرانیشا اوی که مثلا فرد که خامنه پیش دخری یا روحانیت پیش دخری اما ظاهری قضیه که حکومت لواقع ده ل ایران سپای پاسداران دیکا آیا با توجه به منافع ای که سپای پاسداران لتحریم اقتصادی ایران حیاتی و بردویتی و دیبا آیا پیدوانیه مشکلات لرابطه لگل ام توافقه اگر حتی به توافقی بگن سپای پاسداران بوجود بینه؟ که حما ام توافقه براسی معجزه بو ایران نکه یعنی توافقه بو نبي مثلا فرض كا بو اگر داريت ام توافقه لشش حفظ مع لمو برو يعني لأولين توافقه كل يعني مو دي انا بعد زي التحيي مكان يعني دابرت يعني عملا انجاني قرتوا يعني بتوري واقعي يعني بتوري واقعي ايستا او مثلا فرض كا تحريمك خصو يعني سر نوت نماوه يعني ايستا ايران هم تسهيلاتك بفروش نفط مشتركي فراهم بوا. لو بتاعي بدل على لقى الروسيا قرار داري نوتي بس لو كبيداتي. ده بشك ده بيمها بيمي كشتي وريجوبان وهاتو شو أمانة لا يعني بردوا. ده بشك ده صناعي هوا بيماي وقطعات يدكي هوا بيماي وصناعي خضروا لا يعني بردوا. يعني مجموعا خو ممكن مثلا فرسك أو تحريم ده سرباني مليانة لا بردوا. حتى بشك ده سبورت هاي إيران ك بروکا کرابو آنیشه ورده ایدن رو به ایران یعنی مسئله که ایستا هیا فرتر یعنی اوشتوا ایستا جگه نگرانیه یعنی جگه نگرانیه بو ولاتانی
پنجی بعداوی یک و توافق ویشن واقعا مسئله هستی ایران نیه مسئله اویه که لم جیرو داره چون اسرائیل راضی بکن چون عربستان سعودی راضی بکن چون ولاتانی دوروبر راضی بکن بالاخره اما حقی که یعنی حقی که مثلا فرض که اگر ایستا با پی ام توافق با ایران یعنی به رسمیت ناسی طبعا نتوانی که با عربستانی به رسمیت ناسن یعنی عربستانی شقی هیه دا انرژی هسته ای غیری تسلیحاتی كالكور بغري هذا الان كرا بدليل يو انما عندي كوري جنوبي لو بو قرارات او ام بسوا مساله اويه مشكليان يسبب بشكل معنسا منتهى قضيه اويه ايا ايران بم توافق مشكلاتي حلبي مشكلاتي بنزيم الحنابي مشكلاتي ايران بم توافق تاز دس فيك دبر خاطر ام توافق ككرا هيج نوع التحريم يجلس ايران انما وضعيه اقتصادي بوجعنا وبياناكا وضعيه اقتصادي يعني لو اخا بنفع خلق بنفع قشايش بوجود نتنيا قشايش بوجود نهايه مشكلاتي اساسيه كهي يعني مثلا فرض بك اگر بروسيكي حتى مثلا بروسيكي سرمايه گذاري لايران يعني جذب سرمايه هاي خارجي بني عبد النظر ابوكري اما خوي بروسيكي ده 12 سنه قالك تاوي اعتماد سازيه درز بي تا سرمايه داران دنيا بچن لايران سرمايه گذاري بكن زنی الگوری که جدی حاکمیت ایران ابی پیگ بی ده بر خاطر او امن اعتماد سازی درست بی یعنی صرفا ام توافق سرتای که چه بو بونو اختلافات ناو ایران هل مینه و موقعیت کسبای پاسداران هیت اختلاف که بین جناحکان هیا بو اداره جامعه بو بازسازی اقتصادی جامعه او نه تنیا ده بین ناچه بلکو شدتیش پیا اگه لبر خاطر بوچی شدت پیاتا چون که توقعاتی خلق اشی تشوینی واقعی خوی ایستا مثلا فرض کرده شرایط ایستا بشی کی زور لا خلقی ایران هشتامی هر سمپاتیان هی بو که ولات که من تحریم کرا و زور من پیجن و بری پیشا مثلا فرض که تسلیحاتی بری توسعی اقتصادي ما نقلنو بلي توسعي صنعتي ما نقلنو منتهى امانه كتواب ايتر او ناميني يعني خلق شاوري او سبي كاري ناميني خلق شاوري او سكا دسموزي زياد كا خلق شاوري او سكا صنايع او توليد لايران رشد كا مال اما كاريك نيك الجمهوري الاسلامي بتواني بيكا يعني الجمهوري الاسلامي سياستي كي بيش روينيه بو حل او مشكلاته مال كاك هم يك مسألة المتر كم يجوا كا بموصل قكاري دي سان نتانياهو نتانياهو دلة أما يك كم جارني هل لو كونغرس بس يوقع له لا البته لوي ناوي شيء بو يهودي كات لو بس يوقع له أما يك كم جارني كا إسرائيل مخالفتي لغل أمريكا يكبر أو مخالفتي لم يجبه أو نمونة دينته على كاتي خوي وقت بن غوريان ديفيز استقلالي إسرائيل إعلام كا امريكا مخالفتي كر بلام بن غوريون كردي وقت ايما ويستمان مركزي هستي عراق بمبارام كاين عراق مخالفتي كر بلام ايما كردمان و چن نمونه تر الوان دينه تو علي امشا نمونه الوانيا يعني چي يعني ايا بيدواي ما بستي اسرائيل امريكا اگر بيتو ام توافق سر بگري لبين اسرائيل امريكا ولاتاني بينجي بالا و يقلقل ايرانا اسرائيل او جرأت بخوي دا كمخالفة لو بكا كإمجار بطريقي نظامي بيوي هيرس بكا تسر إيران شون بيامكي بوادا كيرا بادي وايا يعني بنظري منش يعني مثلا فرس كا او بيامتو جوه لو بياما اقري استنتاجي عملي كي عبارة تدوا خو او اكري بتتوار جاريش بل ايما مثلا فرس كا لخولي امريكا دارشين جوه با امريكا نادين وخو من راستو خو با في او هرشانا كردوانا زربة لإيران بل منتهى اما راستكي بستجيب توازن قواهي بستجيب وزيتي واقعية كيكا لما انتقى امرو برشاوك في بنزلي من بم اوزاو حالك امرو هي اسرائيل كاريوان ناكا واسرائيل حتى تواني كاريوايشي ممكن نبي لبر خاطر تشي كاك حما لبر خاطر هو اولا او شتوا بصناعي اتومي ايران ناو ابريتو
قامك لسري داني وك عراق نية دي هذا تواني سعيد تواني ده مورد العراق وكادي وابكا ده بالخاطر هو عراق يك شويني بو يك جيجي بو مال. يك راكتوري اتومي بو و هموش بقول المشهور همو هيك كان اذا سوتيه كابو وهمو جميع جوغت مخالفي صدام حسين وكل شيء بريدنا ذاك بهالجهات لسال اول شيء نرن حتى مال. وانتهى اسرائيل بو اسرائيل امكاني او ابو كزربيكي وابدع دا تواني اتومي عراق منتها او شنانا كايستا وراتاني دنيا في ازان واجانسي اتومي في ازان الايرانا زياده ل 20 شويني جوازه لا بدين اسرائيل من بيمانيه بتوانت هرشه لقيش ام 20 شويني بكا اسرائيل امكانك يواي ببيكا مثلا امكاناتك هوائي وامكاناتك نظامي وبهرمند ب كبتوانت زربه كي كاري لقدرتي اتومي ايران بدات تسليحاتي اتومي ايران بدات اما لايكي لايكي تريشي عبارت الهواء ايرانش سوالاتي كي وكوالاتي عراقي او سردمانية بقول لكي جناب عراق لشرايطك اسرائيل او زربه لداك ايران عراق درگيري شربو مقال ايران عراق وضعیتی که نادباری بود، فشاری که زور بسری او بود و همو ولاتانی دنیایش مخالفی او بود که صدام حسین هیچ جوره تسلیحاتی که اتمی بود تسلیحات اتمیش این نبود، لواقع او ضرب نظامی شکه لعراقی دا تلفاتی که وای نبود مر تلفاتی که وای نبود، فقط بعضی تأسیساتی روخان وای لحالی که اگر ام حمله بکات تأسیساتی اتمی ایران لهل كامل مراكزي كي مثلا فرض كذا بوشهر ومشخصا لاصفهان والعراق ولا نتنز امانه امكاناتك ك راستو خو ممكنه چون كاين يا تياتر اورانيوم غني شده يا تيا مال اما شنو هاي ك اگر ضربه ببينه ممكنه تدفاتي هزاران نفري ببي يعني به هزاران انسان تيابشي ومشتك سعدنيه مشتك سعدنيه ك جامعه بشريله اسرائيلي قبولك مال وما شتيك سعدنيك حتى ايرانيش ايران ولاتاني دورو بليشو ما بثابت دولاتاني كالك ايران ايستا لحالي حاضرة نفوذي هي تواني هي تواني تقابل بمثل بكا ايوش تواني حمله بكا باسرائيل بنا برين باورناك من اسرائيل كاري وابكا لم توازني قوى و صرف انا ما هرشيك راستكي اخبات وجبه كما دبينين لولاتان عربيشا اخي قطنها مخالفتك اسرائيليه الان مثلا عربستاني سعودي بشده نقر انا وقتك تدبيني دو يوم مذاكرات جانكيري بلا فاصله هل استي جلسك بجي ديالي دروب عربستاني سعودي بوك اطمئناني خاطر دابا عربستاني سعودي شغل نشينا كان خليج فارس ناشي لنقرانيك كالا انا وان ايران هي انا ايا اما خوي تقويتي هناك كبيل خير حموك شور هاي دور بري ايران حتى بتركيا شوا اخيرا تو بيني كونفرنسي جيراوا كتركيا جلي بوا همو امانه مثلا خشي عربستاني سعودي بيشنياري وكالي ايم بين الاختلافات خوما بنين لا ولا سر مساله اخوان المسلمين ويك بقري نوا الان دوش مني سريكي ايما ايرانا بل كلا عليه ايرانا مبكين بيدوانيه اما خوی هندریک به بوبیکا و به درمستی و شونه بیا خود بینی مثلا فرض که شهرون کات خوی حمله کرد با سبرا و شتیلا به هزاران کسی کش لبه یا حمله کرد و مثلا فرض کن با غزه او همو ویرانی با وجود نار پیدوای به درمستی او بیکن نگران بیل و کس پوش ره قضیه نگرانی او نیه او سال هست او کاراکا او سال هست جنایت کن او سال هست خلق کجن راست که هیچ لایی کن ایرانیش مقیدی او نایت که خلق کجره چه خلقی خوی چه خلقی تر واقعیت وی او دولت هت کن دولتی مذهبین هت کن دولت که مبتنی لسر او نک مذهب دخالتی هی لسیاستا مذهب ک حکم صادر ک و تعلقاتی مذهبی له هد دولت ک هیا منتها من تصور مویه که بات وجب با توازن قوای ک ایست ل منطقه هیا نقش ک ایران هیتی مش خصن الان که حمایت ایران ایران لچوار پایتختی وراثانی عربیان نفوذیه. یعنی مثلا فرض که ایستا
است ایران که با توری واقعی ایران خلق حکومت کرد و بشیوهی که دو فاکتو هاو پیمانی امریکا است نشان لگل داعشو لاداری ایران ایران است ولاته که بانی و باعثی معنوی بشار اسد به طور واقعی عمدتاً به درصد یکی زور ایرانه آخر یک مسئله تری شه خو تاییدی اخسی جناب تا مثلا روسیه دوینه که اعلامی کرد و دلیه اگر ایما موافقت نکن امریکا نتوانه هیچ شاری بو ایران بینه یا مثلا چین دلیه الان او زوی دائمینا هینی او قرار داری شانگهای که ایران چند سال تر یا سال تر به حال دیگه چه تنها او قرار داده شو یعنی لواقع چینیش و روسیش بالاخره پیشگیری لینه کنه لا هر کام لا مراکزی هسته ای که ایران ده هیا به صدان کس لکارمندان و متخصصین روسی لوی کار دکن و قطعا روسیش رنگ به بالاخره مخالفت دیگه لما مسئله دکاونات و مقاومت پر لبرابری وی بلا هم یک سؤالی ترم لیره ده هیا که نظام قصه که تواو کر یا اتو ایدامه بفرم ساکت که اشاره به قصه جنابت کدلی علی الان ایران لچوار ولاتی مثلا منطقه لپایتختی چوار ولات واقعیتا الان لیمنه تو دبینی کودتا کرا عدن گیرا و حسیه کان بالاخره اللي بده صلات يعني هي يعني شيعه كان لعراق او ام دبينين نيروي اساسي كالان كبو قرتنوي مصل وبو قرتنوي شارك تكريت تكريت هول دا نيروي ايران بيش قدم او دتشي امريكا هي دخلت تكتي دانيه لا تركيا روابطي كي لقل تركيا هي لا سوريا كدبينين بالاخره ايران اللي بشار دكا لا لبنان حزب الله اللبناني هي كبالاخره واقعيته بلام سؤالك من اللي رد أويه أمريكا دري هيج توافقي كي إيما لقل إيران بمعنى أونية كإيما زيادة خوازي كان إيران لما انتقيا قبول كين أونية بود بسورة دو فاكتو هم أواني قبول كردوا نزلي تولو موردو وشيا وواي كاك حما زاني أمريكا قساكا أمريكا قساكا خو ومعلومة معلومة زاني تضحكي كلي بوا جمهوري إسلامي بل جمهوري إسلامي أم ترحقه طبعا زيادة خارج كان الجمهورية الإسلامية أو كما صنفت ك سياسته ك استراتيجية كبوي بو دامر زندن الإسلام وبو تقوية الإسلام وبو بو يقرتوي ولاتان الإسلامي وداعي كرني ولاتان الإسلامي أما تيار إيش كستي خوارد تيار إذا شتي ترى أصلا موجودة ترى الجمهورية الإسلامية منتهى الجمهورية الإسلامية يك سياستي كلي سياستي خارجي كلي بردوتة بيش إيش عبارة دواء جمهوری اسلامی بو حفظی بقای خوی لازم موقعیتی که مهمی لمنطقه ببی و به طور واقعی جمهوری اسلامی امرو برو او نزیگ بو توا یعنی جمهوری اسلامی تازه نه امریکا نه ولاتانی پنجی بعداوی یک هیچ کامیان نتوانن لو موقعیت جیهی کنو او موقعیت فقط دو حالت اتوانه لبینی ببا یعنی لإيراني ولا بقريتو يكي انقلاباتيكي ديمقراطيك وانقلاباتيكي واقعي انقلاباتيكي جماوري لهل كان لولاتانا كيوشا أمريكا وغير موافقين يكي شي انقلاب لإيرانايا يعني بتوري واقعي مثلا فرض كإيستا إيستا بخو تواو أم كيشكا كيشكا إخو أجا مثلا ایران ولاتی که نامطلوب بوده با امپریالیسم جهانی و سرمایه جهانی اگر ایران ولاتی بوده که الترناتیوی که مناسب لپنای دستی بوده ایسا امریکا بتوانه اولابا و ام بنتجیه که خو لازم نبو ام گشته کشه قبول کن لازم نبو زیاد خواهیکانی ایران لمنطقه قبول کن بلان هیچ کم لمنه نیا بنابراین هیچ کم لمن دو حالت متصور نیا یکی که مثلا فرض که لعراق ایستا اگر یک مبارزه یکی سالس بیتبرو یعنی مثلا فرض که جماعوری خلق لعراق ایستا بتوانن بو مافی خویان بو مطالباتی خویان تشکیلات درست کن حزب درست کن قدرت درست کن بین میدان و بتوان بر زیاده خواهی کنی ام ارتجاعه
که هیا همو خاکی عراق بگرن و ایران نتوانه خوب حضوری ببه یا مثلا فرض که اگر انقلابی سوریه وای بسر نهاتایت و با اصطان و با قیام جماعوری خلق حکومتی بشار اسد بروخیه خو ایران ایتن نیه توانی نفوذ و قدرتی بیت لویا یا مثلا فرض که دیگه من ایشا عینن هر بوجوره یعنی ده هر کونه که ایران نفوذی پیدا کرده معنای اویه که زمینه بو حاتنی او ارتجاع فراهم او ارتجاع هر وا که اجازه ده امریکا بیت خاکی دگیر که هر وا اجازه ده ده کومک ایرانیش بهره ور بگیرید او وضعیت تکس بله من زور سپاس دکم چون اشاره کردم لو وقت من تو بود که چی سوالی زورتر ما بود بلام اگر خود بحثی که ته بیلی سپاس دکم زور ممنون بو ام مجالی شکر بمید من سپاسی یو اکم و برحا عرضی سر کتنی بود خواستم بینرانی خوشوید لیره در برنامه دیالوگی هم حوتو من کتایی پیدینین شو روزی که خوش با همولا یکتان با آوات دخوازم هر بجین و سر کتو بود زور سپاس کرد سپاس دکم تحمیدیم بشید